هاي، أنا روما من صفحة I Cook for My Family، واليوم رح نعمل سوا كيكة الشوكولا مع الفراولة. ورح الوصفة رح بحاجة ل 6 بيضات، كوب سكر، 3 كوب بودرة الكاكاو، 3 أرباع كوب طحين، معلقتين صغار مستخلص الفانيلا، ورزاز عدم التصاق الكيك. ونحتاج ل صواني على شكل قلب أو صواني مدورة مثل ما بتحبوا. ولكريمة التزيين نحن بحاجة لكريمة الخفق يكون فيها الدسم أكثر من 35%، 6 معالق كبار سكر بودرة، معلقتين صغار مستخلص الفانيلا. وللحشوة نحن بحاجة صلصة الفراولة وقطن خفيف. وللتزيين نحن بحاجة لفراولة. أول شي رح بلش حط البيض بالخلاط. وضيف عليهم السكر ومستخلص الفانيلا وبشغل الخلاط وبدلني بخفق فيه لحد ما يصير المزيج حجمه أكثر بثلاث مرات ويصير لونه ميل على البياض. بمصفاية بحط الطحين وبودرة الكاكاو وبنخلهم مع بعض. بشغل الخلاط على أبطأ سرعة وبلش ضيف مزيج الطحين على خليط البيض بالتدريج. لحد ما يمتزج الخليط مع بعض وبرش القوالب اللي عندي برزاز عدم التصاق الكيك وبلش وزع الخليط بالتساوي على 5 صواني صغار. انا هون عندي هون على شكل قلب، انتو اكيد فيكن تستعملوا اي شكل بتحبوه. وبدخله على فرن محمى مسبقا 400 فهرنهايت من 10 ل 12 دقيقة. بهالوقت رح بلش اعمل صلصة الفراولة اللي رح احشي فيها الكيك. بحط الفراولة بطنجرة على النار، بضيف فوق السكر وعصير الليمون الحامض وبشغل النار على حرارة متوسطة وبحركن. حيبلشوا ينزلوا ميتهم، بتركن ولما يبلشوا يغلوا بخفف النار تحتهم وبضلني بحركهم من وقت لتاني وبتركهم على النار لمدة 20 ل 23 دقيقة. ولازم ضلني أحرك من وقت لتاني، ولما يسمك المزيج بيكون صار جاهز عندي. بسكر النار تحته وبتركه ليبرد قبل ما استعمله. بجيب الكيك من الفرن وبتركه على جنب ليبرد. وبهالوقت رح بلش أعمل الكريم شانتيه. بوعاء بكون حاطته بالثلاجة بحط كريمة الخفق اللي لازم يكون الدسم فيها أكثر من 35%، وبزيد فوق السكر البودرة ومستخلص الفانيلا وبخلطهم مع بعض. وبشغل الخلاط الكهربائي على سرعة معتدلة وببلش خفق. برجع بزيد السرعة على أقصاها وبضلني بخفقهم ليجمدوا معي وأحصل على كريم شانتيه اللي حاستعملها بالتزيين وبالحشي. بفضي الكريمة بكيس التزيين اللي بكون حاطط له فتحة مدورة وبخليه على جنب. برش قوالب الكيك اللي عندي بقطر خفيف وبلش صف طبقات الكيك. بحط أول طبقة وبزيد عليها الكريمة على الأطراف بالطريقة اللي عم تشوفوها. وبحط بالنص صلصة الفراولة بغطي الصلصة بالكريمة وبحط فوقها واحد من قوالب الكيك.
تابع بنفس الطريقة ليخلص القوالب اللي عندي وصير بآخر طبقة. وعى آخر طبقة زينا بكريم شانتيه وحبات الفراولة اللي بكون مقطعتن وشوي من الشوكولا المبروش. وهلأ صار القالب جاهز للتقديم. بتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. وألف صحة وهنا.